الناجي وقانوني الاستاذ طارق الشيباني ومالي الاستاذ حسن النبولي او ادارة الاستاذ حسن النبولي. وهذه اللجنة هي التي اشرفت على عملية تسليم والاستلام بعد ان سوف تقوم بمحضر جلد يتم تسليمه لمجلس الادارة الجديد. لا قبل ان ننهي هناك تكريم من الاستاذ يعود في لفتة كريمة طيبة لتكريم رئيس اللجنة التسليمية الاستاذ طارق صالح.